السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وعبد ربه حتى لبى داعيه وعاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق ونشر أضواء الحق والخير والإيمان والتوحيد كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة الطيبة الكريمة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، أحداث النهاية سلسلة علمية منهجية تجمع بين التأصيل العلمي والمنهج التربوي والأسلوب الدعوي، أسعدني أن أقدمها للمسلمين في كل مكان. تحدثت في الحلقة الماضية عن مقدمة لهذه الموضوعات المهمة، وقلت على سبيل الجزم والقطع لا يستطيع عاقل على وجه الأرض أن يجزم بوقت محدد معلوم لقيام الساعة، فهذا من الغيب الذي لم يطلع الله جل وعلا عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولو كان المصطفى صلى الله عليه وسلم. في رواية البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. وقرأ النبي قول الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. بل وفي آيات واضحة وفي آيات حاسمة قال الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: يسألك الناس عن الساعة، قل يا محمد عليه الصلاة والسلام، قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. وقال عز وجل: يسألونك عن الساعة أيان مرساها
فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. قلت ومع ذلك فقد أطلع الله جل جلاله نبينا وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم على أمارات وعلامات وأشراط الساعة، بل وأخبره وأطلعه جل جلاله على كل ما سيقع في الكون من أحداث بين يدي الساعة. هذا كلام خطير جدا. بقول لحضرتك مع أن الله سبحانه قد أخفى وقت قيام الساعة عن الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين، فقد أطلع وأخبر سيد رسله وإمام أصفيائه وأتقيائه وأنبيائه، أخبر نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عن علامات أو أشراط أو أمارات الساعة، بل وأطلعه سبحانه وتعالى على كل ما سيقع في الكون من أحداث بين يدي الساعة. وستسمعون العجب العجابة كما ذكرت لحضراتكم في الحلقة الماضية. أسأل الله سبحانه أن يفتح علينا وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أطلع الله نبيه على كل ما يقع في الكون بين يدي الساعة؟ نعم. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام كل العلامات، والعلماء يقسمون العلامات إلى قسمين: علامات صغرى وعلامات كبرى، وسأتعرض لذلك بالتفصيل إن شاء الله تعالى. لكنني في هذه الليلة المباركة وفي هذه الحلقة التي أسأل الله أن يجعلها خالصة مسددة موفقة، سأتعرض لبعض النماذج لأبين لحضراتكم أن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق عن الهوى، وما نعيشه الآن وما نراه بأعيننا وما نسمعه بآذاننا أخبرنا عنه حبيبنا ونبينا من 14 قرن. وصدق ربي إذ يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وصدق ربي إذ يقول: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فكل أمر متعلق بالدين إنما هو وحي من رب العالمين، لا يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند نفسه، بل بوحي من الله جل وعلا. يقول حذيفة رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين: لقد خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا وذكره، علمه من علمه وجهله من جهله. لقد خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره، علمه من علمه وجهله من جهله. وقد ذكرت في الحلقة الماضية رواية أخرى في صحيح مسلم لأبي زيد عمرو بن أخطب رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر. فمتصور معايا المشهد ده، الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي إماما بأصحابه الفجر، ويرتقي المنبر النبوي، ويظل النبي قائما على المنبر من صلاة الفجر إلى وقت صلاة الظهر يتحدث
ويبين للصحابة ما كان وما هو كائن، ما هو كائن وما سيقع بين يدي الساعة.